السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط، بتقدم لكم في الفيديو ده إعادة ضبط المصنع للهاتف سامسونج جالاكسي جاتو برو. بنحاول يا جماعة، الطريقة دي هتضيفي للجهاز على حساب جوجل. لو مش فاكر الحساب أو ناسي كلمة السر، أسفل الفيديو هتلاقوا رابط لفيديو تاني بنشرح فيه طريقة تخطي حساب جوجل لنفس الهاتف. أول حاجة بنشيل بطارية الجهاز وبنضغط على زرار الباور وزرار الهوم وزرار رفع الصوت، التلاتة مع بعض ضغطة مطولة. أول ما يظهر شعار سامسونج جالاكسي جاتو برو بنشيل إيدينا من أزرار البار وبنفضل ضاغطين على باقي الزراير. أول ما يظهر لنا شعار الأندرويد بنشيل إيدينا من على كل الزراير ونستنى لحظات. تظهر لنا القائمة ديت عن طريق زرار خفض الصوت، بننزل على اختيار ويب داتا فيكتور ريسيت وبنضغط أوكي بزرار بار، بننزل على يس ونضغط أوكي. وبعدين بنختار أول اختيار ريبوت سيستم ناو عن طريق زرار الباور. الجهاز يعمل إعادة تشغيل. تم إعادة ضبط المصنع بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار أي مشكلة طرق التواصل أسفل الفيديو.